يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم وكما هو المعتاد بتبقى حلقة غاية في الأهمية، بيبقى عندنا كلام كتير جدا في مختلف الفقرات اللي بتخص برنامج الترند، وتحديدا عايز أبتدي مع حضراتكم بسؤال حلقة اليوم، وطبعا حديث الساعة في العالم كله دلوقتي وهو انتقال ليونيل ميسي من برشلونة ورغبته في الرحيل والتقارير المختلفة سواء ببقائه أو أنه هو ممكن يروح مانشستر سيتي أو أي نادي آخر. الكلام كتير جدا في الجزئية دي تحديدا، فإحنا عايزين حضراتكم تتواصلوا معنا من خلال صفحات قناة النادي الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وتوقعاتكم للنادي اللي ممكن ينتقل ليه ليونيل ميسي. ومع نهاية الحلقة كما هو المعتاد هنشوف تفاعل حضراتكم ونقرأ توقعاتكم كمان، وعندنا كمان كتير جدا في الجانب ده تحديدا في بعض فقرات حلقة اليوم من الترند. لكن في البداية خلينا نشوف الأول ترندات النهاردة إيه. يلا بينا في ترند الأهلي. الأهلي يعود للتدريبات غدا الثلاثاء. الترند المحلي اليوم مباراتان في الدوري. أما في الترند العالمي، رابطة الدوري الإسباني تدعم برشلونة في أزمة ميسي. أهلا بحضراتكم من جديد. في إطار الحملات المختلفة اللي بتحصل على النادي الأهلي والاستهداف اللي بنلاحظه في مختلف الأخبار اللي بتخرج أو مختلف الانتقادات اللاذعة واللي بتبقى قوية على النادي الأهلي واللي متابعينها على مدار آخر 10 أيام تحديدا، يعني امبارح كان في إشاعة سخيفة جدا جدا بخصوص هروب أليو ديانج. هي سخيفة ومضحكة في نفس الوقت، والكلام ده كله بيأكد اللي احنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم سابقا وعلى مدار أيام كتير، إن في حملة وفي تحامل وفي استهداف للنادي الأهلي علشان تحاول تأثر على الفريق الأول لكرة القدم بشكل أو بآخر، وده بإذن الله تعالى مش هيحصل. فامبارح طلع الناس قالت لك إيه؟ قالت لك الحق أليو ديانج هرب، واللاعب أصلا كان النادي الأهلي أعلن ومن خلال الكابتن سعد عبد الحفيظ إن هو خد إذن بعد تعرضه للطرد وبالتالي إيقافه في المباراة التالية، فبالتالي خد إذن من الكابتن سيد إن هو يسافر يجدد الباسبور بتاعه هناك في مالي في بلده، والكابتن سيد وافق والأمور ماشية بشكل طبيعي جدا. إذ فجأة تلاقي امبارح إن أليو ديانج هرب وإن في كارثة ومشكلة وكلام من ده. لكن اللي عجبني في الموضوع هو التواصل مباشرة مع أليو ديانج، واللاعب على طول بفيديو نزل على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بيعلن فيها عن عودته قريبا وعن جاهزيته كمان لمباراة وادي دجلة بإذن الله يوم الجمعة القادم، واللاعب أكد عودته ومفيش أي كلام من الكلام السخيف والإشاعات السخيفة اللي بتستهدف النادي الأهلي. خلينا نروح نشوف الفيديو ونرجع. يلا. Assalamu alaikum. Hi Ali fans. I traveling to Mali after permission for Captain Said to do my passport, and inshallah I come back and I will be ready to play Wadi Digla game inshallah. هو شرح القصة وجابها من الآخر وقال أنا واخد إذن الكابتن سيد والأمور ماشية بشكل طبيعي جدا، وهيرجع وينضم للتدريبات بإذن الله. هو راجع يوم الأربع بعد بكرة، يعني ينضم للتدريبات ويكون جاهز إن شاء الله لمباراة وادي دجلة يوم الجمعة اللي جاية، ومباراة أكيد هتكون مهمة لفريق النادي الأهلي. وفي الحقيقة يعني النهاردة ومبارح كده أجازة للفريق بالمناسبة، يعني بما أننا اتكلمنا على الفريق الأول لكرة القدم فأجازة بالنسبة لهم، راحة 48 ساعة إن شاء الله يعودوا غدا للتدريبات عشان يستعدوا لمباراة وادي دجلة وما تبقى من مباريات قبل مباراة الوداد في بطولة الدوري، وبعد كده تروح للوداد في دوري أبطال أفريقيا، فكلها تحديات مهمة بالنسبة للفريق على أتم الجاهزية بإذن الله ليها سواء كجهاز فني أو كلاعبين بدعم ومؤازرة الجماهير دائما وأبدا زي ما احنا متعودين. ده كان أول شق في أول فقرة عندنا في حلقة اليوم من الترند. الشق الثاني اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم هو فيما يتعلق باللاعب صالح جمعه لاعب النادي الاهلي. وصالح في الحقيقه العين عليه كتير الفتره اللي فاتت واللي جايه كمان، بما انه خلاص عاد اخيرا للفريق سواء من خلال التدريبات او حتى من خلال مشاركته في المباريات مع النادي الاهلي، واخر مباراه شارك فيها منذ فتره كبيره جدا من حوالي سنه كانت المباراه الاخيره امام فريق المصري بورسعيدي اخر 10 دقائق، كبدايه جيده للاعب في اطار باذن الله استعداده للعوده بشكل كامل مع الفريق عشان يكون لاعب مؤثر زي ما احنا دايما متعودين من صالح جمعه، لاعب عنده امكانيات فنيه كبيره جدا وان شاء الله يكون اضافه للفريق خلال المرحله المقبله. لكن الجزئيه تحديدا اللي عايز اتكلم فيها بخصوص صالح وبخصوص
بعض الاكونتات اللي ممكن تكون بتتكلم باسم صالح جمعه واللي بتنشر بعض الاكاذيب عن اللاعب. وللاسف في اكونت موثق انا مستغرب الموضوع ده على فيسبوك تحديدا بتاع صالح جمعه، هو مش ملوش اي علاقه باللاعب خالص الاكونت اللي على فيسبوك، بس خليني اقول لحضراتكم الاكونتات الرسميه للاعب اللي تاخدوا منها اي حاجه تخصه هو على طول، ده اكونت انستجرام موثق، ده بتاع صالح جمعه اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه، ده بتاع صالح جمعه على انستجرام. في كمان على تويتر اكونت موثق لصالح وده ايضا بتاعه، مفيش اي مشكله خالص. اي حاجه يا ريت يا جماعه تعرضوا الاكونتات دي عشان نوضح للناس، لان صالح من اللعيبه اللي هتبقى مستهدفه خلال الفتره اللي جايه وهيبقى فيه تركيز معاها كبير والعين عليها هتبقى كتيره جدا. فبالتالي ده تويتر، ده بتاع صالح جمعه واللاعب مكربي. وبالمناسبه انا تواصلت مع اللاعب قبل الحلقه عشان اتاكد منه بخصوص كل هذه الامور عشان نوضح للناس، عشان مفيش حاجه تتاخد عليه غلط وهي مش على لسانه او هي مش بتاعته يعني. فانستجرام وتويتر دول بتوع صالح موثقين مفيش اي مشكله خالص. تعالى لي بقى للاكونت اللي بعده ده اللي هو على الفيسبوك، تمام؟ بص بقى حضرتك لاحظ معايا دلوقتي ده موثق، يعني ده موثق بس هو مش بتاع صالح، انا مش عارف موثقوه ازاي بصراحه، وانا خدت التاكيد من اللاعب قبل الحلقه مباشره يعني، ده مش بتاع صالح خالص وهو اكيد هيتخذ كل الاجراءات لالغاء هذا الاكونت يعني او هذا الحساب اللي على فيسبوك اللي ما يخصش صالح اطلاقا رغم انه حساب موثق. فيعني اكيد في لعبه حصلت او امر ما حصل قدروا من خلاله اصحاب الصفحه دي المزيفه ان هم يوثقوها على انها صفحه صالح جمعه. ففي الحقيقه كنا حريصين اشد الحرص في التنويه على الجزئيه دي تحديدا عشان الامور تبقى واضحه لكل الجماهير وجمهور النادي الاهلي تحديدا، عشان الصفحه دي لو نشرت حاجه على لسان صالح فتبقوا عارفين كويس قوي ان ده مش صالح اللي كاتب الكلام ده، ده واحد بينتحل شخصيه صالح جمعه. فالتوضيح ده والتنويه ده كان غايه في الاهميه، واللاعب مركز جدا جدا باعتراف مستر ريني فايلر خلال المؤتمر الصحفي الاخير بعد المباراه، وان شاء الله خلال الفتره اللي جايه باذن الله صالح جمعه يعود كعنصر مؤثر جدا جدا في مختلف التحديات بالنسبه للنادي الاهلي سواء محليا او افريقيا، وخصوصا كمان ان هو مقيد في القائمه الافريقيه، فدي حاجه هتكون اضافه بالنسبه لصفوف الفريق. ده فيما يتعلق بصالح جمعه. اخر حاجه عايز اتكلم فيها في المقدمه، وطبعا يعني ذكرى وفاه نجم النادي الاهلي الراحل الكابتن محمد عبد الوهاب، 14 سنه عدوا زي النهارده بالظبط 31/8/2006 كان حادث وفاه اللاعب، وكلنا تأثرنا طبعا اليوم ده. انا عارف جدا جدا ان جمهور النادي الاهلي ما ينساهوش اطلاقا، لعيب الله يرحمه كان مؤثر جدا سواء مع منتخب مصر وقدر ان هو يفوز معاهم ببطوله الامم الافريقيه 2006، قدر ان هو يفوز كمان مع النادي الاهلي بمختلف الالقاب في فتره زمنيه صغيره جدا بالنسبه لمحمد عبد الوهاب، فاز مع الاهلي بالسوبر الافريقي بدوري ابطال افريقيا بالدوري باعتقد على ما اتذكر كاس مصر، يعني حاجات كتير جدا قدر ان هو يفوز بيها محمد عبد الوهاب الله يرحمه في فتره زمنيه صغيره. لكن الاهم كمان زي ما حضراتكم شايفين طبعا صفحه النادي بتحيي ذكرى وفاه محمد عبد الوهاب، لكن الاهم كمان زي ما بقول لحضراتكم ان هو دايما خالد في قلوب واذهان عشاق القلعه الحمراء، مش بس كده عشاق الكره المصريه وجماهير الكره المصريه بشكل كامل، لانه كان بيمتاز بالخلق الواضح جدا على تصريحاته وعلى كلامه، وكان بيمتاز بالجوانب كمان الفنيه والالتزاميه والاحترافيه الكبيره جدا. واكثر كلمه كلنا ما نقدرش ننساها لمحمد عبد الوهاب وهي كلمه انا ما اقدرش اخلف وعدي مع النادي الاهلي، طالما اديت النادي الاهلي وعد، الحاجات دي طبعا ما بشوفهاش اليومين دول للاسف الشديد يعني، لكن طالما اديت للنادي الاهلي وعد انا ما اقدرش اخلفه، وهو كان وعد النادي الاهلي وكان في مشكله ساعتها في التوقيت ده، كان هو متواجد في نادي اماراتي وكان الاهلي بيحاول كان واخده اعاره وبعدين بيحاول يتعاقد معاه بشكل نهائي، فكانت المفاوضات متعثره شويه، لكن اللاعب كان متمسك جدا بان هو يعني يكمل مع النادي الاهلي، لكن القدر للاسف يعني ما اداش الفرصه ان هو يكون متواجد. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. خلينا نروح نشوف بعض اللقطات ونفتكر لمسات ومهارات محمد عبد الوهاب من خلال حساب بلس 90، يلا بينا. Thank you.
محمد عبد الوهاب وملعوبة حلوة فتحت على ايديك مش على ايديك على رجليك يا عبد الوهاب عبد الوهاب يا موسيقار يا موسيقار احمد الواعد محمد عبد الوهاب في جنب الشبكة تغرد وتحتضن يا ابو تريكا وعبد الوهاب يلعب هوبا الله الله الله, الله. يعني أهداف رائعة وإمكانيات فنية يعني ممتازة للراحل الله يرحمه طبعا محمد عبد الوهاب. أهداف إيه ومهارات إيه وقوة بدنية ما فيش أحسن من كده من لاعبين يصنفوا كأفضل اللاعبين اللي جم في المركز ده رغم أنه ما لحقش يلعب. تقدر تقيسها إزاي؟ تقيسها بأرقامه أهدافه بطولاته سواء مع المنتخبات المختلفة شباب منتخب أول النادي الأهلي. فهيفضل دايما محمد عبد الوهاب في أذهان وقلوب جماهير النادي الأهلي. ربنا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنته. هروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل يلا. ألف رحمة ونور على محمد عبد الوهاب وربنا يلحقنا بيه على خير بإذن الله. خلينا نشوف ترند الأهلي النهاردة الكلام على إيه في السوشيال ميديا وكيف تناولت السوشيال ميديا الحديث عن النادي الأهلي. والحديث لم ولن ينقطع عن النادي الأهلي رغم أن يعني اليومين دول أجازة بالنسبة للفريق الأول تحديدا. لكن هنا الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي قالت أن 17 نقطة ليحتفظ الأهلي بدرع الدوري للمرة 42 في تاريخه دون النظر لنتائج المنافسين. 17 نقطة وأنا ضعيف شوية في الحقيقة في الحساب لكن أعتقد 17 نقطة يعني حوالي 5-6 مباريات يقدر النادي الأهلي بإذن الله يفوز فيهم. 6 ماتشات ب 18 نقطة تمام يفوز فيهم الأهلي بإذن الله تعالى ويتوج باللقب رقم 42 في تاريخه من حيث بطولات الدوري العام. والأهلي أكيد كل تركيزه على حسم بطولة الدوري دلوقتي. طبعا البطولة ما اتحسمتش النغمة اللي طالعة والناس بتتكلم على أن الأهلي حسم الدوري لا. ثقافة الأهلي أن حسم البطولة لما يبقى فارق النقاط ما بينك وبين صاحب المركز الثاني لا يعوض. فبالتالي أنت كده بطل الدوري فهتفضل تحارب على البطولة وتفضل تشتغل على نفسك عشان تحققها بإذن الله. وكل ما تحققها بدري كل ما يبقى أحسن عشان تتفرغ للتحديات الأخرى اللي بتبقى مهمة. لكن برضو إن شاء الله الموضوع موضوع وقت يعني بالنسبة للفريق عشان يحقق اللقب ده. خلينا نروح للخبر اللي بعده. وزي النهاردة كان تعاقد النادي الأهلي مع مستر ريني فايلر من سنة بالضبط يوم 31/8 تم الإعلان على مستر ريني فايلر كمدير فني لفريق النادي الأهلي. ده من صفحة ماجيكانو على فيسبوك. واللي قالت أن التعاقد مع مدربنا ريني فايلر كان زي اليوم وفي الحقيقة كان اختيار صائب. والكلام مش مجرد كلام دعم للمدير فني وخلاص لا، النتائج كلها والأرقام هي اللي بتقول كده. عشان نقرب من الأرقام بشكل أكبر نشوف الخبر اللي بعده وتحديدا من فيل جول واللي بيتكلموا على أن فايلر صاحب بصمة فنية مع الفريق. ده طبعا الصفحة الرسمية لفيل جول على تويتر أو على انستجرام تحديدا. واللي قالوا أنه عنده شخصية قوية ويميل للاستقرار صاحب طموح متجدد وقادر على تحقيق أمال النادي وجماهيره محليا وقريا. كانت هذه الأسباب التي أعلنتها لجنة التخطيط في الأهلي بعد التعاقد مع ريني فايلر المدير الفني للفريق والذي يمر اليوم عاما كاملا على توليه قيادة الكتيبة الحمراء. تعال بقى نبص مع بعض كده على الأرقام. هو في يعني عدد مباريات مش كتير بسبب طبعا جائحة كورونا وفترة التوقف بالنسبة للنشاط، لكن هو لعب 35 مباراة رسمية مع النادي الأهلي. قدر إن هو يفوز في كام؟ في 27 مباراة وهزيمة 3 مباريات فقط لا غير، وتعادلات كانوا 5 تعادلات بالنسبة لمستر ريني فايلر. وقدر ان هو يحقق بطولة واحدة حتى الآن والبطولة الثانية في السكة اللي هي ان شاء الله بطولة الدوري، لكن هو كان حقق بطولة السوبر المصري بعد الفوز على نادي الزمالك بنتيجة 3-2 في مباراة كان فيها النادي الأهلي أداء ونتيجة رائعة بكل تأكيد. لكن خلينا نستعيد كده بعض الذكريات اللي كان فيه انتقادات كتيرة جدا على مستر ريني فايلر لما النادي الأهلي أعلن، لكن واضح ان الرهان كان كسبان. الرهان كان كسبان من قبل لجنة التخطيط للكرة ومن قبل مجلس إدارة النادي الأهلي في الإصرار على التعاقد مع هذا المدرب. مش شرط أن أنت تجيب سي في كبير قوي
وده هو اللي ينجحك وكلام من ده. عملنا تجارب زي دي قبل كده كتير، كان ابرزها مستر مارتينيول وما نجحش مع النادي الاهلي، يعني جابك الدوري وده عادي يعني مفيش مشكله. لكن فايلر مدرب عنده طموح وعنده اهداف حابب ان هو يحققها، وصغير في السن وعنده شخصيه ومشروع يقدر ان هو يحققه مع النادي الاهلي. فكانت من هنا النظره بتاعت المسؤولين في النادي الاهلي عشان يتعاقدوا مع هذا المدرب، وفي الحقيقه كان اختيار صائب. نتمنى له كل التوفيق خلال المرحله اللي جايه باذن الله. طيب خلينا نروح ل 1 2 3 كوره، حساب 1 2 3 واللي قال على الرغم من ضغط المباريات الكتير في الدوري المصري الا ان فرق الدوري المصري احرزت 29 هدفا في الدقائق الاخيره بلس 90، غيرت من نتائج المباريات منها 11 هدفا في شهر اغسطس بس. الاهلي طبعا هو المتفرد دائما في الاهداف اللي بتيجي في الدقيقه ما بعد الدقيقه 90، يعني الاهلي احرز 7 اهداف في بلس 90 والمقاولين 4 والمصري 3. احنا متعودين دايما كده من النادي الاهلي بتلعب لغايه اخر ثانيه لغايه اخر لحظه تقدر تحسم مباراه تقدر تزود عدد الاهداف بالنسبه لك، وده اللي حصل وبيحصل دايما من قبل النادي الاهلي ولاعبيه على مدار التاريخ يعني بالمناسبه. خلينا نروح لجزئيه اخرى وهي خاصه بحساب سوبر كوره، واللي قال عمرو السوليه يغيب عن الاهلي 15 يوما بعد اصابته بتمزق في العضله الاماميه. عمرو السوليه طبعا هو الخساره الوحيده اللي خسرها النادي الاهلي في المباراه السابقه امام فريق المصري البورسعيدي، واتصاب بمزق في العضله الاماميه في منتصف الشوط الاول او ما قبل انتهاء الشوط الاول بقليل. فبالتالي يعني الناس قلقت لانه هو احد اللاعبين البارزين ويعتبر من ابرز لاعبي النادي الاهلي على مدار فتره كبيره جدا. عمرو السوليه لعيب ممتاز وشخصيه ممتازه في الحقيقه، فللاسف الغياب هيتراوح ما بين 15 و 20 يوم، مش 15 يوم بس يعني ممكن يمتد ل 20 يوم. طيب هنا السؤال، هل عمرو السوليه يلحق مباراه الوداد اللي مقرر ليها يوم 26 سبتمبر؟ النسب كبيره جدا باذن الله تعالى انه يلحق هذه المباراه عمرو السوليه، لان احنا لو افترضنا ان 20 يوم في فتره الغياب فانت النهارده 31 اغسطس فقدامك 20 يوم، يعني ممكن يرجع على 20 سبتمبر فقدامك اسبوع يقدر باذن الله ويا رب يلحق يرجع قبل ال 20 كمان عشان يبقى جاهز 100% لمباراه الوداد يوم 26. عندنا طبعا حتى لو هو مش جاهز عندنا عناصر مميزه جدا في المركز ده تحديدا، فان شاء الله باذن الله برضه عمرو السوليه يكون موجود لانه هيكون اضافه بالنسبه للفريق. طيب قبل ما اختم ترند الاهلي في فيديو معانا لحسين الشحات وهو احد العناصر المهمه جدا اللي بننتظر عودته للملاعب. خلينا نشوف الفيديو ده وهو بيأدي بعض التدريبات في الجيم وبيأكد لجمهور النادي الأهلي، بيأكد لهم ان هو يعني في طريقه للعودة ان شاء الله، اعتقد اسبوعين او اقل ممكن ينضم حسين الشحات للتدريبات الجماعية مع الفريق عشان يكون متاح بعد كده لمستر ريني فايلر في حالة الاحتياج ليه في الجانب الفني في بعض المباريات سواء محليا او افريقيا. هو اكيد لاعب مهم جدا ننتظر عودته، يرجع حسين يرجع كهربا مع موجود صالح مع العناصر الموجوده في الفرقه اصلا نقدر باذن الله نحقق المراد بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. ده بخصوص ترند النادي الاهلي، لسه عندنا فقرات اخرى في برنامج الترند النهارده لكن بعد الفاصل استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه عندنا فقرات اخرى في برنامج الترند النهارده، فجي توقيت الحديث عن الترند المحلي والجديد في الجانب المحلي تحديدا. فبالتالي خلينا نبتدي بالحساب الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم واللي بيتكلم على ان هيكون في اجتماع ما بين لجنه الحكام برئاسه الكابتن وجيه احمد مع حكام بطولة الدوري ولتحليل أدائهم خلال الفترة السابقة والأخيرة تحديدا وتصحيح الأخطاء. وأنا يعني حاسس إن لسه الحكام مش متعودين شوية على موضوع الفار هنا في الدوري المصري. طبعا خطوة الفار دي حاجة عظيمة يعني وخطوة تحسب للجنة الخماسية في الحقيقة، خطوة ممتازة وكان لازم يبقى موجود الفار وحل مشاكل كتير نسبيا بصراحة وأطفأ العدالة بشكل أيضا نسبي مميز جدا، لكن لسه الحكام يعني ما لحقوش ان هم يتعودوا على الفار، محتاجين فترة أكبر عشان ياخدوا على التقنية دي ويقدروا ان هم يتعاملوا معاها بشكل ممتاز. وأكبر دليل على كده لو تفتكروا المباراة الأخيرة للأهلي أمام المصري، الهدف هو بادجي أحرز هدفين اتحسبوا أوفسايد، في منهم الهدف الثاني لو تفتكروا اللي صنعه احمد الشيخ، فالحكم كان طلع الصفاره قبل ما احمد الشيخ يباص الكوره لبادجي ويحطها جول، كان من مفترض. وانا في الحقيقه حضرت محاضره يعني بخصوص الفار ده يعني عشان وانا بتكلم مع حضراتكم وابقى عارف انا بقول ايه كويس جدا، كان من المفترض انك تنتظر
تنتظر لما الهجمه تخلص او الكره تخلص سواء بهدف او تخرج بره او كلام من ده، وبعد كده تطلع الصفاره. للاسف هو لما طلع الصفاره فالهدف الغي رغم ان هو هدف صحيح 100%. فانت لو كنت استنيت على صفارتك كنت صفر بعديها بقرارك، وبعد كده هترجع للفار والفار يقول لك هدف صحيح ولا مش صحيح. فالاهلي اتحرم من هدف صحيح 100% في مباراه المصري البورسعيدي. ده سببه ايه؟ سببه ان الحكام لسه شويه عندهم بعض الاخطاء في التوقيتات لاصدار قراراتهم، وبالتالي التعامل مع تقنيه الفار. لكن ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق مع الوقت يقدروا ياخدوا على الجزئيه دي تحديدا. فبالتالي الاجتماع ده من قبل الكابتن وجيه احمد ولجنه الحكام مع الحكام نفسهم علشان يقدروا يقفوا على اخطائهم ويصححوها. النهارده كمان وده من صفحه الاتحاد المصري لكره القدم، طبعا زي ما حضراتكم عارفين في مباراتين في بطوله الدوري، منهم مباراه بتجرى في هذه اللحظات ما بين حرس الحدود والمقصه، ابتدت في تمام الساعه 5 مساء والتعادل سلبي حتى الان بين الفرقتين. فبالتالي في مباراة أيضا أخرى ما بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري، لكن خليني أقول لحضراتكم المباراة طبعا الثانية دي هتكون الساعة 8، قمة في الحقيقة، قمة ما بين الإسماعيلي والاتحاد، مباريات من المباريات اللي الواحد هيتفرج عليها عشان يتمتع بصراحة. فرقتين كبار جدا وجماهيرية كبيرة وحاجة ممتازة. لكن خلينا نقول طاقم التحكيم سواء للمباراة الأولى أو الثانية، مباراة حرس الحدود ومصر المقصة، محمد عادل حكم ساحة، وحكم مساعد أحمد صلاح، وحكم مساعد تاني محمود عامر، حكم رابع شريف حسن، حكم فيديو وائل فرحان، وأيضا مساعد حكم الفيديو محمد التبعي. ده بالنسبة لمباراة حرس الحدود والمقصة اللي بتجرى في هذه اللحظات. أما مباراة الإسماعيلي والاتحاد فحكم الساحة هيكون محمد يوسف، وحكم مساعد نور سعيد، وحكم مساعد تاني محمود رضا، وحكم رابع خليفة عبد الله، وحكم فيديو مصطفى مدحت، ومساعد حكم فيديو إبراهيم محجوب. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، ونتمنى أن احنا نستمتع بالمباراتين، المباراة الأخيرة تحديدا اللي هتكون الساعة 8 في السهرة ما بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري. طيب خلينا نروح أيضا للخبر اللي بعده أو الحديث في السوشيال ميديا من خلال سوبر كورة والحساب الرسمي ليهم على تويتر، واللي قالوا ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة اليوم أو مباريات اليوم، يعني قصدهم على مباريات الأمس تحديدا. فالأهلي ما شاء الله لا قوة إلا بالله متصدر بفارق كبير جدا من النقاط، يصل ل 17 نقطة عن صاحب المركز الثاني نادي الزمالك، ولسه هيتخصم له كمان 3 نقاط، وكمان بيراميدز موجود، وهيبقى في مباراه طبعا كبيره جدا ما بين الزمالك وبيراميدز يوم الخميس في المنافسه على المركز الثاني. يعني هم بعيد طبعا عن النادي الاهلي بكتير، فهم بينافسوا على المتاهل لدوري ابطال افريقيا الموسم الجديد. فبالتالي يعني المنافسه هتكون في الجانب ده تحديدا، ولسه الاهلي بينافس على القمه بطوله الدوري، ومركز باذن الله ان هو يحقق هذا اللقب. طيب ده فيما يتعلق بالترند المحلي النهارده، فبالتالي هروح لفاصل لان عندنا فقره مهمه جدا، فقره الترند العالمي، والحديث فيها مستمر عن ليونيل ميسي حتى يعني استقراره في نادي جديد طبقا لرغبته وقراره اللي تم الاعلان عنه. تفاصيل اكتر هتكون بعد الفاصل، استنوا. لسه متواصلين مع حضراتكم وحديث الساعة ليونيل ميسي، أين سيستقر به الحال بعد إعلانه الرحيل عن برشلونة، في مفاجأة مدوية لكل عشاق نادي برشلونة والعشاق الساحرة المستديرة حول العالم بشكل كامل. علشان كده أنا عايز أقرب من الصورة بشكل أكبر وأروح للسيد مانويل دومينيجز الصحفي الأسباني الكبير بموقع وان فوتبول الأسباني. مستر دومينيجز، هاو ار يو؟ ازيك؟ نورنا. الخير عليكم. أنا الآن أحييكم جميعا، جميع مشاهدي قناة النادي الأهلي، أحييكم جميعا على الهواء. أهلا بك. طبعا حديث الساعة دلوقتي بخصوص ليونيل ميسي، عايز أعرف من خلالك آخر التطورات بخصوص هذا الملف تحديدا بعد ما خلاص ميسي أعلن عن رغبته في الرحيل عن برشلونة، وكمان فيما هو أكثر من ذلك لم يحضر بالأمس المسحة الخاصة بفيروس كورونا، وكمان النهاردة التدريبات ما حضرش لليوم الثاني على التوالي. إيه الجديد وآخر التطورات بالنسبة لك إيه؟ حتى الساعة الأخيرة منذ 5 دقائق في 5:30 بدأ التدريب الأخير ولم
يحضر ليونيل ميسي. هذا كما فعل بالأمس، أنه بالأمس لم يذهب لكي يجري المسحة الخاصة بكوفيد 19. الآن ولأول مرة يتخلف ليونيل ميسي عن التدريب. هذا الخبر وصلني فقط من 5 دقائق. الجميع يتحدث هنا عن خروجه من برشلونة. يبدو ليونيل ميسي مصرا إصرارا شديدا، لذلك هو يقوم بقطع أو الأواصر مع النادي مناسب للقطاع عن التدريب لأول مرة في حياته المهنية منذ اليوم. ونستطيع أيضا نقول أن منذ الثلاثاء الماضي ليونيل ميسي لم يعد لاعبا في برشلونة. طيب، عايز أسأل عن مدى تأثير هذا القرار على جمهور برشلونة وكمان على مسؤولي النادي الكتالوني تحديدا، لأن هم كانوا أكيد بنيين الفترة اللي جاية على تواجد ليونيل ميسي وكيفية تدعيم الفريق عشان يقدروا يساعدوا اللاعب في تحقيق الألقاب في ظل تواجد كومان المدير الفني الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرا. بالنسبة للتأثير المتوقع على برشلونة، برشلونة مؤسسة كبيرة جدا، يجب أن نأخذ هذا في الاعتبار. نحن نتحدث عن أهم اللاعبين الذين ظهروا في السنوات الأخيرة، نحن نتحدث عن كابتن فريق برشلونة، لذلك تقديم وخروج برشلونة من غير ميسي يبدو غريبا ويبدو مستبعدا ويبدو مستهجنا. المسألة أن البرسا في هذا العام خسر كثير، فلم يحرز أي لقب، وخسر من الريال مدريد، وخسر ب8 أهداف، خسارة مذلة ومهينة إلى آخره. فالنادي في حالة ارتباك شديد ولا أحد يستطيع أن يجيب على أي أسئلة، وأعتقد أن التأثير على الجماهير كان تأثيرا سيئا. ما زال الناس مصدومين، لا يستطيعون أن يفسروا ما يحدث حولهم حول هذه المسألة. لكن ميسي بدأ حياته الفعلية حتى على المستوى الإنساني مع برشلونة، فقد بدأ وسنه وعمره 13 عاما، عاش في برشلونة أكثر مما عاش في أي مكان آخر. المشكلة الأساسية التي تواجهنا جميعا أن ميسي نظرا لطبيعته الخاصة لا يخرج، لا يتكلم، لا يتحدث، لا يدلي بحديث، لا يدلي بحوارات لأي مكان أو لأي شخص. لكن أعتقد أن ميسي الآن يخسر كثيرا بامتناعه عن الحديث، يخسر كثيرا بامتناعه عن الإدلاء بأي كلمة للجمهور حتى يهدأ الناس، حتى يعرف الناس ماذا يحدث. المشكلة أن ميسي يبدو أنه لا يستطيع أن يدير أي معركة. هو كل ما يفكر فيه الآن وجل ما يسيطر على رأسه هو الخروج من برشلونة ومغادرة برشلونة. لذلك بدأت الأحداث تأخذ منحى آخر، لكن الأوضاع مرتبكة في برشلونة على أشد حالات الارتباك. طيب، هل في أمل عند جمهور برشلونة أن في حالة استقالة بارتوميو المدير أو الرئيس النادي نادي برشلونة ممكن ميسي يعدل عن قرار ويعود لصفوف الفريق، ولا الأمر بات محسوم إطلاقا وبشكل مطلق بالنسبة للاعب؟ في البداية كان جميعنا يعتقد عن هذا الموضوع، أن السيد بارتوميو لم يقم بإدارة النادي على أكمل وجه، لأن ميسي بالمناسبة في الفترة الأخيرة كان يحذر الإدارة أنهم يقومون بإدارة الأحوال خاصة على مستوى فريق الكرة بأسوأ طريقة، ونحن نتذكر كيف أداروا ظهرهم لنيمار وهو أحد أهم المواهب الموجودة، وأيضا لاعبون آخرين. لكن أيضا يجب علينا أن نفكر أن ميسي الآن وصل إلى 33 عاما، بدأ يفكر في كيفية إنهاء مشواره. ما تبقى لميسي القليل، كل هذا لن يسمح له بالدخول في معارك طويلة. ميسي الآن مثلا حصل على بطولات كثيرة، بطولات الشامبيونز في الدوري الكأس إلى آخره، لكن أعتقد أن المعلومات التي أتت إلي والتي سمعتها وقمت بمناقشتها وبتحليلها
أعتقد أن سواء بصرف النظر عن وجود رئيس النادي من عدمه لقد قرر ميسي الرحيل. طيب عايز أسأل بخصوص الشرط الجزائي وبند الشرط الجزائي المتواجد في عقد ميسي مع برشلونة وحقيقة هذا البند في ظل تضارب الأقاويل ما بين أنه يحق لميسي فسخ تعاقده بدون دفع 700 مليون يورو وهو الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب مع النادي، وأقاويل أخرى بتقول أن لا يحق لميسي الرحيل إلا إذا دفع هذا المبلغ لإدارة برشلونة. الحقيقة في الجزئية دي تحديدا فين؟ عايزين نعرف المعلومة النهائية. Sí, hay informaciones contradictorias. La situación es clara. في الحقيقة هناك كثير من المعلومات المتضاربة. هناك فعلا شرط جزائي أكثر من 700 مليون يورو، لكن هناك أيضا نص آخر يعارض هذا الشرط الجزائي أن المسألة تنتهي بنهاية عام 2019-2020، ثم يبطل معها هذا الشرط الجزائي ويترك لميسي الخيار في التجديد أو في الخروج إلى مكان آخر. لذلك فنحن أيضا ما زلنا في مرحلة الحيرة ما بين النصين وما بين ترجمة النص الأول والنص الثاني. هناك الكثيرون في برشلونة من يؤكدون على أن ميسي لا يستطيع أن يخرج من النادي إلا بعد أن يقوم بتسديد هذا الشرط الجزائي، وهناك آخرون ومنهم من لهم باع أصحاب باع في القانون يقولون أن هذا ليس بالصحيح، وميسي يستطيع أن يغادر النادي في الوقت الذي يشاء بحسب نفس العقد وشروطه. لذلك المسألة بالنسبة إلينا أنه يستطيع أن يخرج دون أن يدفع مليما واحدا، أو لن يخرج إلا بعد أن يدفع ما يقارب المليار يورو. يعني واضح ان هي هتبقى ازمه ما بين اللاعب ونادي برشلونه. لكن قبل ما اطلع على الهواء بحوالي ساعه ونص تقريبا كان في تقريرين مختلفين كمان بخصوص مصير ومستقبل ليونيل ميسي. تقرير كان بيقول ان في حاله من الطمانينه عند مسؤولي فريق برشلونه ان اللاعب هيرجع وهينتظم في التدريبات وعندهم تفاؤل كبير جدا في الجانب ده. التقرير الاخر كان بيقول ان مانشستر سيتي خلاص اقترب من الإعلان عن انضمام ليونيل ميسي. أنهي تقرير فيهم ممكن يكون أقرب طبقا لمعلوماتك؟ وهل مانشستر سيتي هو النادي الوحيد الراغب في التعاقد مع اللاعب ولا في أندية أخرى داخلة على الخط؟ Pues sobre las informaciones que dicen de que أما عن هذه المعلومات أن مجلس الإدارة في منتهى الهدوء أنه سيعود أراد أم لم يرد إلى التدريب، لا أعتقد أن هذا صحيح لأنه لم يظهر في التدريب. أنا أتحدث معكم فقط منذ ثلث ساعة لم يظهر في التدريب ولم يأتي ولا يرد على أحد. وأكررها مرة أخرى أن ليونيل ميسي لا يفكر في ترك البارسا، لكنه قد ترك بالفعل البارسا. الموضوع خلاص. أما مسألة توقيعه لمانشستر سيتي لا أعرف، لكن يعتبر مكانا مثاليا لسببين. السبب الأول غوارديولا، وغوارديولا هو أحد أبائه الروحيين وهو يعرفه جيدا، ومعه فران ومعه مدرب آخر، وكانوا بالنسبة لميسي أيضا مثل حاضنيه في وقت من الأوقات. لذلك إذا ذهب إلى هناك فإنه مكان بالنسبة إليه مناسب. أما عن السبب الثاني أن في نفس اللاعب أن في نفس النادي يلعب أغويرو، وأغويرو صديق بالمناسبة، صديق من أصدقاء ميسي المقربين جدا على المستوى الشخصي، وأنا أعتقد أن أغويرو يمكن أن يكون له يد في هذا الأمر أو أن يكون من عوامل الترجيح. لكن المسألة أيضا من يستطيع أن يدفع لميسي 50 مليون يورو في السنة على الأقل إلا نادي كبير مثل مانشستر سيتي.
طيب اخيرا عايز اسال حضرتك بخصوص البيان اللي اتفاجئت انا بيه امبارح في الحقيقه من قبل الاتحاد الاسباني لكره القدم او رابطه الانديه المحترفه في اسبانيا، واللي اعلنت فيه عدم احقيه ميسي في فسخ التعاقد الا بعد دفع الشرط الجزائي اللي بيتمثل فيما اكثر من 700 مليون يورو. ايه سبب اصرار الرابطه في الاعلان من خلال هذا البيان؟ هل هو السبب يتعلق بالجانب التسويقي وممكن الخسائر الماديه اللي تحصل للدوري الاسباني في حاله انتقال ميسي بعد تحديدا رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد من موسمين تقريبا؟ هل هو ده السبب الرئيسي ولا في اسباب اخرى تتعلق بمسانده برشلونه مثلا؟ بالطبع انه امر تسويقي مهم جدا. بالفعل كما قلت ان رئيس هذه الرابطه، وكما اضفت انت بمهاره شديده، ان الدوري الاسباني في السنه الاخيره كان له قائمان، القائم الاول هو رونالدو والثاني ميسي، او الاول ميسي والثاني رونالدو، لا يهم، فذهب احدهما وبقى الاخر هو على وشك الذهاب. فهذا بالطبع هناك عقود مع البرازيل وعقود مع الأرجنتين وعقود مع الولايات المتحدة وفي دول أفريقية لنقل الدوري الأسباني بسبب وجود هذين النجمين وعلى الأخص ميسي. لذلك يقول السيد خافيير تيباس وهو رئيس هذه الرابطة، رابطة الأندية المحترفة، أن ميسي لا يجب أن يترك حرا إلا بعد أن يقوم بتسديد هذا المبلغ، لأن الخسارة التي ستنزل على رأس الدوري الأسباني والأوجه التسويقية للدوري الأسباني ستكون خسارة فادحة. المسألة ليس فقط التعاطف مع برشلونة أو الوقوف بجانب برشلونة، لكنها المسألة تتعلق بالبزنس، تتعلق بمناخ الاستثمار في الكرة، والكرة أحد أهم الصناعات الموجودة في إسبانيا. أكيد. السيد مانويل دومينيجز الصحفي الاسباني بموقع وان فوتبول الاسباني، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا من خلال قناه النادي الاهلي، ووضح لنا الصوره بشكل اكبر بخصوص مستقبل ليونيل ميسي. ممكن لسه الوضع لم يحسم بعد، لكن الموضوع تقريبا كده واضح ان هو موضوع وقت عشان ينضم ليونيل ميسي لمانشستر سيتي. خلينا سريعا بقى نربط ما بين هذه المداخله ومشاركات الجماهير على تويتر تحديدا من خلال صفحه قناه النادي الاهلي وتوقعاتهم للنادي اللي هينتقل ليه ليونيل ميسي خلال ايام. ناصر محمد قال مانشستر سيتي، احمد حسن قال المان سيتي، عبد الرحمن نبيل قال لك ميسي مش هيمشي وهيستمر في برشلونه، احمد شوقي قال اتوقع مانشستر سيتي، كمان لسه في بعض التوقعات الاخرى، بسام عادل قال مان سيتي من اجل اللعب تحت قياده جوارديولا مره اخرى، احمد ابو عطوه راح لحته ثانيه خالص وربط فيها ما بين تواجد والد مانشستر سيتي في ميلان وقال لك ممكن ينتقل للانتر، وايضا سعد محمد قال لك الاقرب مانشستر سيتي، واحمد محمود قال ممكن يكون بايرن ميونخ. طيب هنشوف خلال الايام اللي جايه مستقبل ميسي هيكون فين، وزي ما قلت لحضراتكم الاقرب واضح جدا ان هو هيكون مانشستر سيتي في ظل تواجد اجويرو صديقه المقرب، وايضا في ظل تواجد جوارديولا مدير الفني الكبير واللي كان مع ميسي في برشلونه في فتره زمنيه كبيره وقدروا ان هم ينجحوا مع بعض ويحققوا القاب كتير. فبالتالي ده فيما يتعلق بمستقبل ليونيل ميسي، وكمان فيما يتعلق بالترند العالمي، وهو كان حديث الساعه في الحقيقه هو الكلام عن ليونيل ميسي. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، بكره وبعده هيكون معاكم زميلي العزيز محمد سعيد، واشوفكم على خير باذن الله تعالى في حلقه جديده يوم السبت القادم من الترند ان شاء الله. الى اللقاء.